هذه اللعبة جدا أسطورية يا متابعي، أنا أحب ركوب الدراجات النارية في هذه اللعبة. خليني أبدل هذه اللعبة، أروح لإيش؟ والله بدي أروح. شو رأيكم نلعب بان بان؟ يلا يلا نلعب بان بان. أنا بان بان الشرير يا آدم، أنا بشوفك وأنت تذهب في لعبتي، بس في الألعاب هذول. وأنا الآن عندي لك تحدي، هتلعب بان بان في روبلوكس، ولكن أنا في مرحلتي، أشوفك هل أنت قوي؟ هل مستعد؟ البس اللباس. ماذا قلت؟ حسنا حسنا، راح ألبس لباس بامبان وراح أبدأ في مرحلة بامبان. خلاص. لا، خلاص، روح، أنا لبست الآن. هيو أنا راح. شوفوا أنا لابس حقيبة بامبان، كل إشي، ويلا على المرحلة. Let's go. وين احنا الان؟ دخلنا لعبة بان بان روبلوكس، ويلا نلعب. اذا بدكم اشياء نلعبها اكتبوا لي في التعليقات. شوفوا الوحوش الان. هينا احنا الان بدأنا. وينك يا طيارتي؟ بس وينك؟ انا لوحدي هون. طب انا كيف افتح هذا الباب؟ بس بيدي، خليني اشغله. ولا تنسوا اللايك والاشتراك. ليش ما تنفتح؟ طب انا ايش اسوي الان؟ شوف الوحوش. بان 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 وبان بولينا و جامبو جوش. او ماي جاد، هذا ايش اسمه؟ انا نسيت اسم هذا الوحش. وهذا الصبوت و ادي الدجاجة، ما بعرف اسمه. اكتبوا لي اسمه في التعليقات عشان اقرا. جيبوني كيف افتح الباب؟ المشكلة ذهنية تاني. شوفوا ماما والولا ليتني. لازم أبحث أنا. شوفوا شو لقيت على الحاسبة. في شيء؟ أنا ما فهمت. فهموني. شو هذا بان بان؟ جامبو جوش. يا جامبو جوش، إنه جامبو جوش يتحدث. تريد أجنبي؟
هو اصلا لطيف هذا. واو انا الان ايش هسوي؟ اوه ماي جاد وين الطائرة عشان انا البطاقة 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 اخيرا لقيت فيها بطاقة زرقاء. لازم احطها على الباب عشان الباب ينفتح. وانا الان فهمت شكلي لازم احط البطاقة هون وراح تعطيني الطائرة. أخيرا فتحت وهاي أمسك هذا اشتغل لي طيارة. الطيارة ليش ما تشتغل؟ اكتبوا لي في التعليقات ليش ما تشتغل؟ ليش ليش ليش؟ ليش؟ هنا ايش في؟ وات في حدا يظلم بامبولينا ولا ايش يا جماعة؟ كابتن هنني يعني انا ودجاجة وانا ما فهمت هاي اللعبة. انا هاي اللعبة ما اللي دخل فيها طب وين الشيء؟ قاعد سيبوني سيبوني يمكن هنا زر وليش ما تشتغل؟ احكوا لي بالتعليقات. وعن بيت عمك يا بنبون. وعن بيت عمك والله ما بديش اياك يا بنبون يا زامبوزاش. طب انا ايش اسوي؟ أعوذ بالله كيف أنت وصلت هون؟ هذول لك طائرة. فهمت واو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايش ذا؟ لم يكون هون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو هذا؟ لازم انا واخيرا واخيرا صرت تشتغل. يلا 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 الدقيقة 8 هاي بسرعة 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 الدقيقة 9 يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. هون تعالي تعالي طب اضرب هاي باب اضرب هذا الباب اللي لازم ينفتح. اكيد اكيد هذا الباب هذا الباب. تعال 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 يلا يلا
هي وفتح الحمد لله. يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. شوفوا الدجاج يطلع علي، شوفوا هرب هرب هرب. شفتوا اللي انا شفته؟ شفتوا اللي انا شفته؟ شفتوا اللي انا شفته؟ يلا انا هرب. بامبولينا ولد هذا لازمنا بتاع. يلا باي.